السلام عليكم. اليوم نروح لولاية سكيهده لنقف على العملية نتاع توزيع السكنات، ولأكثر من 500 عائلة تم ترحيلها، وفيه عمليات أخرى سوف يتم ترحيلها على مستوى ولاية سكيهده في بعض الولايات من بعض البلديات، أقول من بلديات ولاية سكيهده، في هذه الحملة الجديدة نتاع الإسكان اللي تاع سكنات عدل 2024. نترككم تتابعون هذه، تتعرفون على هذه النماذج نتاع السكنات الجديدة تاع 2024 في ولاية سكيكدا، والسلام عليكم.